تعامدت الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان. وتتكرر هذه الظاهرة الفلكية الفريدة مرتين خلال العام، يومي 22 من أكتوبر والثاني والعشرين من فبراير، وحضرها اليوم ما يزيد عن 3000 شخص من المصريين والسائحين الأجانب. في صباح هادئ بأعماق الجنوب المصري وعلى أطراف النيل الساحر، تجلت واحدة من أعظم روائع الحضارة المصرية القديمة في معبد أبو سمبل، حيث توغلت الأشعة الذهبية عبر ممرات المعبد العتيقة لتصل إلى قدس الأقداس، فتضيء وجه الملك رمسيس الثاني في لحظة تحمل أسرار الحضارة المصرية القديمة وروحها. قبل 7:08، وفي تزامن دقيق يتكرر الحدث مرتين فقط في العام، ولمدة 20 دقيقة تتراقص أشعة الشمس على وجه التمثال العملاق كأنما تحيي الملك العظيم في موكب شمس الصباح، بينما بقي تمثال الإله بتاح في ظلاله العميقة مكرسا بذلك رمزيته كإله الظلام في عالم الفراعنة. تلك اللحظة النادرة ليست مجرد ظاهرة فلكية، بل هي تعبير فني عن التمازج بين قوى الطبيعة والإبداع الإنساني ونجاح المصريين القدماء في خلق حوار أبدي بين الشمس والحجر. ساحات المعبد امتلأت بالزوار من مختلف بقاع الأرض، جاءوا ليشهدوا هذه اللحظة التاريخية، بينما امتزجت أصوات الطبول والأغاني الفلكلورية مع صدى الماضي في احتفالية شعبية قدمت فيها الفرق الفنية عروضا مستوحاة من التراث المصري العريق، لتجعل من تلك المناسبة احتفالا نابضا بالحياة. إن تعامد الشمس يمثل لحظة تجسد عبقرية المصري القديم الذي ترك لنا معجزة فنية وفلكية ما زالت تلهم العالم بأسره، حيث يتحدث الحجر بلغة الضوء وتكتب الشمس فصلا جديدا في قصة الحضارة المصرية.